اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كل حته في مصر. النهارده نعمل فول بدقه دمياطي ومع عزيزيه. اقول لحضراتكم المكونات، ابتدي بالعزيزيه لان المكونات كتيره شويه بس هي سهله جدا. كل اللي موجود ده اول لما نبتدي شغل فيها هتلاقوا ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص. لبن، مكرونه مسلوقه، فاكهه مجففه، سكر، قشطه، بودره كريمه مخفوقه او كريمه خفق، جوز هند، نشا دايب في ميه، بيض، بش قشر برتقال، فانيلا، زبده، مكسرات، وزبيب او سلطان. دي مكونات العزيزيه. بعد كده الفول بالدقه الدمياطي، عندنا فول عادي خالص ما فيهوش اي تتبيله، طحينه، شطه، ثوم، كركم، كمون، وهستعمل فلفل اخضر او فلفل احمر حار. هبتدي الاول في الفول اخلص منه وبعد كده نبتدي مع بعض ايه العزيزيه. الفكره كلها في الفول الدمياطي الدقه اللي احنا هنعملها، يعني ايه؟ يعني الثوم والشطه والكمون والكركم والكلام ده كله اللي هيتعملوا هنا. طبعا كميه الثوم راجعه لحضراتكم، عايزين دقه 3 4 فصوص ثوم زي ما انتم عايزين، بس هي دقه فمعنى كده ان احنا هنحط فيها ليمون كتير وهنحط فيها ثوم كتير، كل حاجه هتبقى زياده علشان يبقى طعمها باين. طبعا علشان تسرعوا الخطوات دي تقدروا تستعملوا ايد الهون على طول، انا مش عايز استعمل ايد الهون علشان ما اقعدش ايه اعمل دوشه واضايق حضراتكم، فهقطعهم كده على قد ما اقدر صغير. لكن في البيت مش لازم نستعمل خالص الكلام ده، ممكن في ايد الهون، ممكن لو في فود بروسيسر او خلاط او كبه او ايا كان، نحط كل المكونات دي مع بعض مره واحده وايه ونخلص كل حاجه مره واحده. حتى هي مش لازم تبقى مهروسه قوي، يعني على قد ما تقدروا. انا بس هحاول ان انا اهرسها. طبعا اللي مش عارف اقول لحضراتكم في الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن نستعمل الملح ونحط الملح على الثوم، بيشتغل زي الصنفره، ونقعد نهرسها كده رايح جاي رايح جاي لحد لما تبقى فيست او تبقى معجون. لكن لو مفيش امكانيه او مش عارفين تعملوا الطريقه دي انا مش ههرسه اكتر من كده. المهم بس ان ما يبقاش في حتت كبيره علشان ما يضايقش لو جت في البق، يعني ما يبقاش في ان واحد يروح مثلا واكل حته ثوم تبتدي ايه تقفله من طبق الفول. كل مدينه او كل محافظه ليها طريقه في عمل الفول. النهارده دقه دمياطي انا بعملها بطريقتي. طبعا في كل بيت كل حد بيدمس الفول بطريقه مختلفه، بيعمل الخلطه بتاعت الفول بطريقه مختلفه. احنا بنحاول ان احنا نجيب اقرب حاجه لكل مدينه علشان نبقى ايه هنلم على قد ما نقدر من كل حته، بس يعني هنحاول نوصل لكل خلطات الفول. طبعا هم كتير جدا، اكتر من 30 بكتير، بس ايه احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلم اكبر وصفات ونحاول نسهل الطريقه علشان اللي بيعرف يتعلم، اللي بيعرف طبعا خير وبركه، اللي ما بيعرفش يتعلم وايه يزود عنده، يعني يزود الخبره عنده تزيد بانه عارف حاجات جديده. الحراق بيبقى على حسب المزاج، بس بما ان انا عندي اصدقاء في دمياط عارف ان هم بيعزوا الحراق جدا وبيعزوا الفول جدا، يعني كتير قوي من قعدت فتره مش بطاله في دمياط، عندهم اكله اساسيه الفول بالرز، بياكلوا الفول بالرز بيبقى غدا، يعني مش بيبقى افطار ولا سحور، لا ده بيبقى النهارده هنتغدى فول بالرز. طبعا بقى عندنا الفول النابت وعندنا الفول الحراتي والكلام ده كله، كل مدينه او كل محافظه بيبقى عندهم الاكله المشهوره بيها. انا طبعا زي ما قلت لحضراتكم مزود في كل حاجه، يعني مزود في الثوم ومزود في الفلفل ومزود في كل الحاجات دي علشان الطعم يبقى باين. ادي الكركم. ممكن نستعمل لو عايزين تستعملوا المقدار ده ممكن، بس يفضل خليها براحتكم، يعني ما تربطوش نفسكم ان انا احط ربع معلقه احط نص معلقه، لا انا ده علشان لما بنعمل حلويات، الحلويات بقى بتفرق شويه، الحلويات والخبيز بتفرق المقادير فيها، انما انا كده زي ما نقول ايه بالبركه. ادي الكركم. طبعا يزيد يقل ده راجع لحضراتكم. كمون، في اوريدي فلفل اخضر، شطه،
يعني عايز اقول لحضراتكم نصيحه، بالذات اللي عنده مشاكل في قولون او حاجه كده، ما تزودوش قوي من الشطه البودره، لان الشطه البودره يعني بتعمل زي ارق للقولون، يعني بتزود الموضوع شويه. فحاولوا دايما تبقى الشطه البودره اخر اختيار ليكم. لو عندكم شطه فلفل اخضر استعملوا فلفل اخضر، علشان بيبقى ارحم شويه على المعده. طبعا برضو بيبقى مؤلم لو حد عنده مشكله، لكن بيبقى ارحم كتير قوي من الفلفل الشطه الحمراء دي. هخلي الطحينه الاخر، عندنا عصير ليمون، حوالي عصير ليمونه، معلقه طلعت صغيره، الملح، هولع بقى النار، عايزين حاجه سريعه دي. طبعا تمشي بزيت زيتون، تمشي بزيت نباتي، تمشي بزبده، تمشي بسمنه، تمشي باي حاجه، بس عاده تتعمل بزيت نباتي عادي خالص. قلبها كده. انا هرجع تاني احط ليمون، وهرجع تاني احط طحينه. طبعا مش هحط طحينه دلوقتي، لان لو حطيت طحينه على النار هتبقى هتفصل من بعضها، هيبقى طعمها مش اللي احنا عايزينه. حط عليها بقى الزيت دلوقتي، حوالي معلقة كبيرة، بس دي هتاخد وقتها شوية. كده كده أنا مستني دي تسخن. ده زيت نباتي مفيهوش حاجة خالص، يعني ممكن تجربوها مرة كده ومرة كده، زيت زيتون مرة بالزبدة، مرة بالسمنة. بس هي الفكرة ان انا كنت دايما بسمع ان الفول لو اتعمل بالسمنة ما بيمشيش معاك كمون قوي، بس انا شخصيا باكل الفول على اي حال من الحالات، سمنة، زبدة، زيت زيتون، زيت ذرة. اكتر حاجة بالنسبة لي او احلى حاجة بالنسبة لي انا بحبها الزيت الحار، اللي هو زيت بذر الكتان. طبعا دي كده ما تحاولوش تدوقها، لانها فيها كتير جدا من جزء كبير قوي من التوم، فمش هتبقى تمام. اول لما تسخن الطاسه هحط الاول الفول، وبعد كده اسف هحط الاول الخلطه، ابتدي التوم ياخد بس سنه كده، والليمون يبتدي ريحته تطلع مع الكمون، وبعد كده ايه احط عليها الفول. يعني ابتدت طبعا الفول متدمس وجاهز مستوي، يعني كل اللي انا هعمله انا بس عايز الخلطه دي كل حاجه تمتزج مع بعض بشويه سخونيه مع النار، علشان اقدر احط عليها الفول. مجرد ما هتبتدي بس تديني اي حركه، يعني هتبتدي تسخن وتبتدي تبقدل، انا مش عايز اسوي حاجه، لان انا دق، انا مش بسوي التوم، يعني مش بعمل زيت واحط فيه توم والتوم يستوي، لا. انا اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بس بسخن كل حاجه عشان اسخن الفول مع بعضه. لسه اول لما اشوف بس حاجه بتقول لي انها سخنت ابتدي احط الفول واقلبه. طبعا دي الطريقه اللي انا بعملها. ممكن في دمياط الناس تبقى بتعمل الفول وتسخنه عادي خالص، وتعمل الكلام ده كله وتحط عليه او تحط الدقه دي كلها على الفول بعد ما يخلص، يعني بعد ما بس انا بحب اديله سنه سخونيه كده علشان الطعم كله يمشي مع بعضه. بس كده ابتدت، اول لما بنشوف بس يا دوب شويه المقادير اللي بتطلع دي او بتسمر كده، يبقى احنا خلاص نلحق على طول نحط الفول. وزي ما قالوا خلص الفول انا مش مسؤول. مش عايز التوم يستوي، انا عايز التوم يفضل طعم دقه جامده. ممكن على فكره تغيروا بدل الكركم حطوا كاري. طبعا بالنسبه لنا احنا بنبتدي نقلق من موضوع الكاري ده ان هو حاجه جديده، بس خالص الكاري ده مكونات اللي فيه
كلها موجوده، توم وكمون، اسف كمون وكزبره وحاجات كلها موجوده. يعني دلوقتي عربيات الفول اغلبهم بيعملوا البتنجان بالكاري، وهوري حضراتكم بيتعمل ازاي. طبعا هم ما بيقولوش، بس اي حد ليه في الطبيخ وبيعرف يستطعم كويس هيقدر يعرف على طول ان مجرد ما هدوق التوم، اسف مجرد ما ندوق البتنجان طعمه كاري باين جدا. انا مش عايز اي حاجه تستوي، انا عايز ادوق. يعني مش عايز التوم يستوي، عايز يفضل دق بس، عايزه يسخن. ناقص ملح. مفيش، 30 ثانيه كمان. بما انه كركم يبقى ممكن نقدمه في طبق اصفر. وبعد كده بعد ما خلاص خلصت القصه دي كلها، كل اللي انا هعمله طحينه او شويه ليمون وطحينه. كده علشان ايه؟ طبعا الطحينه اختياري، ممكن نزود طحينه وممكن ايه ما نزودش طحينه. بس كده يبقى كده انا عملت الفول بالدقه الدمياطي. اطلع فاصل وارجع لحضراتكم نكمل العزيزيه. رجعت لكم بعد الفاصل. طبق الفول بالدقه الدمياطي هنخليه كده قدامنا، لان انا هستعمل الفرن في العزيزيه، فمش هينفع بقى اشيله في الفرن عشان الحته مفتوحه. طيب المكونات كتيره بس الموضوع سهل قوي، يعني كل حاجه هحاول ابسطها بحيث ان احنا ما يبقاش ايه في حاجه فيها اي لعبكه. اغلب الحاجات دي كلها هتتحط مع بعض، يعني دول كل المكسرات والزبيب بشر الليمون كل الكلام ده هيتحط كله مع بعضه. اجيب بوله كده كبيره الحلويات والمخبوزات من الحاجات اللي بتبقى محتاجه تركيز شويه في المقادير علشان ما تزيدش، او عشان ما تزيدش وعشان ما تنقص. بمعنى ايه؟ بمعنى مش عايزين نزود السكر قوي عشان ما تجزعش النفس، ومش عايزين يبقى قليل عشان ايه ما بقاش بناكل حاجه سكرها مش مظبوط. اللي انا بقطعها دي فاكهه مجففه، مفيش حاجه محدده محتاجين نحطها فيها، نحط اللي احنا عايزينه. بس هو الاساس بتاعها او الحاجات الاساسيه اللي موجوده في العزيزيه المكرونه واللبن، الفانيلا اختياري، حتى البودره بتاعت كريمه الخفق اختياري، النشا بنحتاجه علشان نخليها تمسك في بعضها، طبعا لازم سكر. لكن كل المكونات التانيه اللي هي زبيب، فاكهه مجففه، فستق، بندق، لوز، اللي موجود نقدر نخلي، يعني اللي موجود ينفع كده. دي الفاكهه المجففه، نحاول بقى لما نقطعها كده نقطعها تفضل حجمها كبير عشان نلاقيها في العزيزيه في كل قطمه نلاقي فيها الفاكهه المجففه. المكسرات كده جنب السكينة. طبعا في الهون ينفع الكلام ده كله، بس انا بوري حضراتكم يعني الطرق السهلة عشان لو مش عايزين تستعملوا الهون. طبعا رمضان ممكن بقى وانتوا بتعملوا الكلام ده يبقى في حد نايم، فمفيش داعي ان احنا ايه نفضل نعمل دوش. هعملهم ايه كده، بتاخد وقت حوالي 20 دقيقة في الفرن. أنا مش عايز أعمل فيها حاجة في الفرن غير إن هي تمسك بعضها، تمسك في بعضها، وطبعا لازم تتساب شوية علشان تجمد ونقدر نقطعها. الزبيب حجمه صغير فممكن نخليه زي ما هو، وممكن نديله كده إيه تقطيعة سريعة. إيه ده أهو، بشر البرتقال ده معلقة واحدة. لازم بقى ايه
بتسخن اللبن. دول 3 كوبايات لبن، يعني كوبايه الكوبايه 200 مللي، 3 كوبايات يعني 600 مللي. وركزوا مع اللبن عشان مش عايزين اللبن ده يفور، لانه لو فار مش هيبقى كويس. وطبعا ما دام هنستعمل الفرن، نولع الفرن على 180-200 لحد ما ايه، لحد لما نبتدي نشتغل. النشا هندوبه في ميه بدرجه حراره الاوضه او ميه ساقعه. هجيب بقى المعيار ده علشان اخد كل حاجه بمعيار عشان ما تبقاش زياده. يعني مثلا البودره، بودره كريمه الخفق، هاخد معلقه، دي معلقه كبيره، هاخد منها معلقتين. هاخد من الفانيلا معلقه صغيره، هي دي مظبوط انها معلقه شاي، بس انا برضو بوري حضراتكم اهي معلقه شاي. جوز الهند بقى زي ما حضراتكم تفضلوا، يعني ممكن تزودوا، يعني هحاول اخلي كل حاجه مظبوطه زي بعض. الرز المفروض نحطه نص كوبايه عاديه، يعني 100 مللي 100 جرام تقريبا، دي 20، يعني هنحط منها 5 2 3 4 5. هاخد من القشطه معلقتين، كده كل حاجة مع بعض. اللبن يبتدي يسخن، انا مش عايزه يغلي، عايزه يسخن بس. الخلاط بقى نحط فيه الزبدة، هتبقى اخر حاجة خالص احطها على الوش قبل ما ادخلها الفرن علشان تديها اللون. هستعمل ايديا واحط المكرونة، طبعا كمية المكرونة تبقى راجعة لحضراتكم. هحط الأول حبة صغيرين وبعد كده أزود براحتي علشان ما زودش حاجة، ما تبقاش زيادة قوي واضطر إن أنا أزود والمقادير تتلخبط مني. أخد كبشة كده، وكمان واحدة. عايز بس أخلي في الحلة يفضل تقريبا كوباية واحدة، عشان هرجع تاني بكل الحاجات دي، هرجع تاني للحلة. انا كده وطيت النار خالص علشان بدأ اللبن يغلي. دي كمان واحدة، هطفي النار خالص. طلع بقى الفوطة لان اللبن ده سخن، فعلشان ما يحصلش اصابات. يعني مش اكتر من نص دقيقه، يعني هنعمل هنضربه في الخلاط كده نص دقيقه. طبعا ده زي الكبه، لكن خلاط البيت العادي ينفع، ما فيش فيه مشكله خالص. جميل جدا. الكميات دي ليها تقريبا نص كيس مكرونه، يعني اللي انا بحطه دلوقتي نص كيس مكرونه. اي مكرونه تنفع، مش شرط سباكيتي. سباكيتي بس هي بتبقى احسن لانها بتبقى اسهل لما بنيجي نضربها في الخلاط، بتقطع صغير، بتقطع اسهل واسرع. يعني كمية ضربها في الخلاط راجع لحضراتكم. عايزين تخلوها مهرية خالص تمام، عايزين تخلوها لسه فيها قوام برضو، دي تنفع ودي تنفع. انا بالنسبة لي كده تمام. النشا بقى ايه، فكوا من بعضه كده.
كميه النشا اللي هنحطها احنا عايزينها تتقل، يعني تمسك نفسها وتتقل. نرجع بقى الكلام ده كله هنا. انضف الزبده، ممكن نحطها سايحه وممكن نحطها سليمه زي ما هي كده، هي كده كده هتسيح في الفرن. يعني لو عايزين تسيحوها ممكن نسيحها يا في الميكرويف يا اما على في طاسه، بس تسيح بس ما تاخدش لون. نرجع كل حاجه هنا كده. اللي انا بعمله بقى النشا بيمسك كل حاجه في بعض، بيخليها تبقى قوامها ماسك في بعضه كده. ممكن نقلب دول. هو كده كده انا هرجع تاني، هرجع الحاجات دي في هنا يعني في نفس البوله دي علشان اخلط كل حاجه مع بعض، وبعد كده احطها في الفرن. طبعا ريحه الحاجات دي كلها مع بعض حكايه. برضو مش عايز اللبن يغلي، عايز اخليه كده. ايه انا عايزه يتقل بقى، عايز النشا يتقل اللبن مع المكرونه. زود شويه نشا كمان. انا اقدر ازود النشا هنا واقدر ازود النشا هنا، ما عنديش مشكله خالص. بس كده كفايه. واحده واحده بقى. لو مفيش مضرب تقدروا تستعملوا الشوكه، الشوكه هتشتغل برضو. انا ليه بستعمل الكبشه كده؟ علشان لو الزياده اللبن ما يبقاش زايد قوي لما ارجع، لما احطها في الصينيه وتخش الفرن ما تبقاش صايصه مني. انا عايزها تطلع بعد ما تبرد تبقى ماسكه نفسها، لما اجي اسيبها تبرد نص ساعه ساعه لربع ساعه اقدر ان انا اقطعها تطلع حتت زي مثلا زي البسبوسه زي التشيز كيك، زي يعني تبقى طالعه كل حته لوحدها. فعشان كده بستعمل الكبشه عشان ما اخدش كم لبن كتير. وبعدين اقلب كده كل حاجه مع بعض. كده حتى شكلها ببشر البرتقال والمكسرات والفاكهه المجففه. هصفي بقى الميه كده علشان اصفي اللبن علشان ما تبقاش صايصه. خلي بالكم انتوا بتعملوا الكلام ده علشان اللبن ده سخن، عشان يعني لما تحطه في حاجه كده بيطرطش ما يلسعش. دلوقتي ممكن ندوقها يعني نعرف لو بتحبوا الحاجه. في ناس بتحب الحلويات تبقى مسكره مسكره يعني سكر زياده، في ناس بتحب يبقى اقل عشان ما يموعش النفس، على حسب كل بيت بيحب طعمها عامل ازاي. اجهز بقى دي. زيت عادي خالص، لو في فرشه او لو ما فيش فرشه ممكن بمنديل علشان ما تلزقش. دهنها كده كويس، والجناب كمان عشان بعد ما تخلص نعرف نقطعها بسهولة. انا عايز ادوقها عشان اعرف بس السكر ناقص، سكر زايد، محتاجة سكر. هو كده كل حاجة مستوية كده، مش محتاجة اي حاجة. عايز اخد شوية كمان علشان املى. هنتكلم مثلا 3 سنتي 4 سنتي لحد 5 سنتي تبقى مش مشكله. طبعا النشا خلى قوام اللبن يمسك في بعضه.
هنحط بقى لحد لما ايه نملى مثلا الصينيه لحد هنا عشان لما نيجي نقطعها نعرف نقطعها. اتاكد ان كل المكسرات وكل المكونات اللي حطيتها مظبوط قوي كده. البيض والزبده، الزبده اول لما احطها كده هتسيح على طول، طبعا الكميه راجعه لحضراتكم. انا هحط كل الزبده اللي موجوده، اضرب دي كده على طول وايه على الوش. ممكن تحطوا كمان لو عايزين تحطوا بس صفار البيض، بس انا هحط ايه علشان هحط البيضه كلها زي ما هي. هي زي ما قلت لحضراتكم الزبده بدات تسيح. ده بس مجرد وش، حركها بقى كده. هدخلها الفرن يعني بنتكلم ربع ساعة تلت ساعة، بس ايه عايز اتأكد ان البيض كله، عشان كده هيبقى ناحية صفرة او ناحية واخدة وش والناحية التانية مش واخدة وش. دخلها الفرن بقى، خليها في الفرن يبقى الصينية نفسها في نص الفرن، لا فوق قوي ولا تحت قوي، ومشغلين الفرن من تحت. نسيبها تلت ساعة ربع ساعة على حسب الكمية، وبعد كده نطلعها ونسيبها تبرد ونقدمها. أنا كنت محضر واحدة زيها بالظبط عشان هي تاخد 20 دقيقة في الفرن عشان ما نستناش كل ده. تبرد بقى ما بين نص ساعة وساعة، تبرد خالص خالص، وابتدي نقطعها او نبتدي بالسكينة يعني نفرغها كده ونقطعها وتتقدم ساعة. يبقى النهاردة عملت فول بالدقة دمياطي والعزيزية. الف هنا وشفا، اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.